يا طويل البركة والسلام، رجال مغني الله عنده ريال، تاجر متزوج عنده عيال، وضع المادي يعني جدا كويس. المهم هذا الشخص يسمى أبو محمد، نعم يعني خلفه الجميل هو محمد طبيعي يعني. والشخص هذا التاجر أبو محمد وهو عنده دراهم ما أخذ غير أم محمد، ليش؟ لأنه يحبه، ايه الحب من الله يا جماعه، يحبه فما بدله بغيره رغم انه معه دراهم. يعني رغم انه معه دراهم، ليش اقوله؟ مو بني انا اني افضل، لا دقيقه، اقصد ان حقين الفلوس غالبا ياخذون ثاني وثالث ورابع، معه قروش يعني بخشم الريال يطق له واحد من جديد، فهمت؟ بس انه متمسكن بام محمد عشان يحبه، الحب من الله، يحبه فمتمسكن به. لكن ابوه عيب ابو محمد، رجال حار حار اقشر، ما غير يلوط ابو محمد، ما غير هوش ابو محمد، نفسه شين ودفش، ويا ليتنا بليه هالحب. بس انه يعني مشيت الموضوع ابو محمد، اي منبسطه مستانس، دراهم وعيال ورجل يحبه، يعني ما اشوف فيه حب يعني، بس انه يعني عادي تحمل الحب يا جماعه، يحتاج شخص يتحمل الطرف الاخر مهما كان، يعني مهما كان غلز وحار وشديد لازم تحمل، هذا الحب، هذا الحب، الله لا يعيد ان شاء الله. المهم فاقول لكم انه مستمر علاقته مع ام محمد الين ما وصل الى الطلاق. طلق امرته ام محمد هذه وهو يحبه، لكن صار في موضوع وهو حار وقشر فطلقه. بعد فتره ما قدر يتحمل ورجعه. بعد فتره من الزمن تلاقته اياه وطلقه مره ثانيه. فهذا على مرور ازمان يعني، مو ورا بعض، على مرور زمن يعني. بعد الطلقه الثانيه جاء وحاول انه يرجعه يعني، ما قدر يتحمل. قالت له لا يا ابوي على كيفك. لا، قال شلون لا، انا زوجك وحبيبك ايش جايك لو تكلم الساهل، وانا ما ادري ايش، وانا احبك وكذا، لازم ترجعين. قالت لا، ما وانا سردادي مردادي لبيت اهلي، لا انا عندي عيال ومرتين كبيره، فشلت من قدام اهلي. قال طيب وشلون؟ قالت انا بشرط ارجع. قال وش شرط؟ قالت انه تشيل لي بيت تحطه باسمي ذاك اليوم طلقين، عشان لما انك طلقتها انا مسكت معك طلقين ذاك اليوم، اروح لبيتي، ما اروح لبيت اهلي، مرت كبيره انا. قال له ولا يهمك، العيون عين تكرم مدين، يطق له ذاك البيت. قال ها هذا صك. قالت كذا اجي تجي ترزز تجلس في البيت ويرجعه. صار مطلقه مرتين. قال شوف ترى انا شريت لك بيت مو عشان انك زينه ومزيونه، تراك مرتن عجيزن هتيانتن ما تسوين التالي من الغنم. اي هو حاد، هو حاد وقشر قايل لكم، لكني رجعتك من حبي لك بس وعشان هالعيال. قالت اقول لا يكثر، لا اطردك من بيتي الحين. قال لا خلاص، هد اللعب والعب ارضي وخليك سلس. قال خلاص، عاشوا حياة جميلة بعد هالطلقة. وصار حذر، هو صار حذر يعني، لانه لو يزل ويطلق الثالثة تحرم عليها المرة، خلاص صار طلقة ثلاث، فصار حذر بهجماته، عرفت يعني لا جاي هوشه ولا يسفل به يحط له خط رجعه. مشت الايام، مشت السنين، بعد سنين جاء وتلاقطوا محمد واشتبت النيران بيناتهم وتقادحوا، ومحمد خرجت عن صمت عجز التحمل، قامت ترد وتهوش. المهم فارت الدنيا بيناتهم ذاك اليوم وعجز يتحمل هو، جاء قام وطلقها، طلقها الطلقه الثالثه اللي ما حق برجع، خلاص ثالث طلقة. انصدمة وعيال، انصدمة أم محمد، هو اللي ما كان يتوقع أنه بيصل هالمرحلة، اللي لا أني كنت معصب ولا كنت أصلا بمرحلة أني حمق ولا ينشر علي، ما في حمق وكنت معصب، خلاص تمت الطلقة. ومحمد أم محمد ما صارت لك ولا تقدر ترجع لك، انسى أم محمد. قال مستحيل أنساه، مستحيل انسى. لا لا، انا كنت طلقتي اصلا كنت معصب. قالوا ما في شيء اسمه كنت معصب. ام محمد انساه، بعد ثالث طلقه انساه. ام حال ابو محمد بعد هالموضوع صراحه يرضى له، يعني صارت هي ببيت وهو ببيت، وهو بعز احتياجه له وعيال، وهو السبب بالموضوع، فصار جدا جدا تعبان يعني. المهم جاء لامه واحد من عياله ذيك اليوم وقال له يبا أنا أقدر أرجع أمي لك. قالت أقدر ترجع أمك؟ شلون؟ خلاص قد هيوزت يا وليدي أصلا ولا أقدر ترجع. قال عندي الموضوع لكن أبيك تسمح لي. ك
قال اسمح لك. اسمح لك بوشو؟ قال لك تسمح لي واقدر ارجع امي لك. قال مسموح لك باي شيء، بس وش راح تسوي؟ قال هذه عندي، اسمع وش راح اسوي. طيبه وش الطريقه اللي نقدر نخلي امي ترجع لك مره ثانيه؟ قال ما في الا طريقه واحده. قال وشي؟ قال لازم انها تتزوج زوج غيري ويطلقه، بعدين ترجع وتحل لي. قال بس هذا اللي احنا بنسوي، وانا يبا اعرف مصري من قديم، وهذا المصري ثقه ثقه، فانا بنقول له السالفه كيت كيت كيت، انه ابوي طلق امي ونبيك تاخذه وتقعد معي كم يوم وتطلقه عشان تحل ابوي، وهذا مبلغ مادي يبي يستانس المصري، وبكذا تكون امي رجعت لك. قال امك ياخذه واحد غيري؟ قال يبا بس شيء يعني تقعد معه كم يوم ويطلقه على طول عشان تحل لك، ما في الا كذا. قال امك شلون تبي تتحمل واحد غيري؟ وشلون تبي تقوى تاخذ واحد غيري؟ قال يبا لازم نقنعه ولازم اقنعك عشان ترجع له، ما في الا هالطريقه. كاشك والله، توكل على الله. جاء الولد روح لامه قال يمه شوفي نبي نسوي كذا 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 عشان ترجعي لامي. قالت وشو؟ انا اخر عمري اخذ مصري؟ ما تخسر انت وياه. لا قال يمه ما في لها طريقه عشان تقدر ترجعي لابوي. يمه عاد مشي الموضوع. قالت يلا امر الله. جاء وراح لم المصري وقال اسمع يا عم محمود، امي سلفتها كذا كذا كذا، ونبيك تاخذه وتجلس معك اسبوع اسبوعين وتطلقه، وهذه 10,000 ريال بس سو كذا. قال بس اخذ امك وطلقه بعد اسبوعين وعشر الاف؟ قالوا 10,000 يا عم. قال من عيني. المهم جاء وملك على امها المصري ودخل عليها المصري. المهم بعد اسبوع من زواج محمود على امهم، جو العيال لامهم قالوا خلاص يما كذا نخلي محمود يطلق عشان يجي ابوي وياخذك. قالت شوفوا ابوكم يبي له تربيه، وانا بخلي محمود يجلس اسبوع ثاني عشان يدري ان ابوك ما انا بسهله ويعرف قيمتي. قالوا حقك يما سمي خلاص. المهم محمود هذا حاش من ام محمد، هي تعطيه تلفز بيدين 50 100، وهو حاشمها مروق علي وما غير يقول له حاضر ومن عينيا ويا أمر ويا ست الحبايب ويا أجمل ست بالدنيا. تعرفون عند المصريين ولوقتهم يعني. الزبدة أنه مدلع عن أم محمد، أم محمد مروقة عليه. ما هو بصيدة بتربي أم محمد، لا معجبة الوضع، وما غير همزة وما غير حشمة. إيه ماش هذاك اللي عمره يرجفه وحالة حاله وينازله. الزبد يوم صار بعد أسبوع ثاني مريجون عياله، قالوا يمه خلاص تم أسبوع ثاني الحين نبي يخلي محمود يطلقت. قالت خو تم أسبوع؟ قالوا هي تم أسبوع. قالت يسرع الدنيا. خلوه أسبوع ثالث، لا أبوكم يبي تربية صح، يبي له أسبوع ثالث، بعد 3 أسبوع خلاص. قالوا يمه وش الوضع؟ قالت خل أقوله اسكت وأنا أبخص، بعد 3 أسبوع. قالوا خلاص. ثم لا على ما قال جاءك محمود ويا عيني ويا أمر ويا ست الحبا. وما غير يطبخنا ويخليه تنام وترتاح لين تمل، هذاك من صباح الله يرجبه قوم يزيني لي فطور، هذا لا يخليه تنام لا قامت أثر الفطور جاهز والدنيا جاهز ويغني له. معجب هالوضع. يوم صار بعد 3 أسبوع مريجونا عياله، قالوا يمه ها وش الوضع؟ خلاص يما خلاص، وترى طال الموضوع، محمود يبي يطلقك عشان يجي ابوي وياخذك. قالت والله شيء وطال لسانك انت وياه، ما تبي بعد ارقى فوق السطح واطب على راسي؟ ما تخسر انت وياه وازيدكم من الشعر بيت، محمود ما راح يطلقن. شلون؟ ايه ما راح يطلقن. عنبوكم توي شوف الدلع، عنبوكم ما دريت ان الرجلين يهمزن الا بعد ما اخذت محمود، ما دريت انه يعني الرجال يزين الغداء والفطور الا بعد ما اخذت محمود، عنبوكم ابوكم يرفس باليوم 4 مرات، محمود يقول لي باليوم يا عيني 20 مرة. عنبوكم حسوا، عنبوكم ما عشت حياتي انا كل عمري مع هالشايب الهتيان يرفس لين دخت، محمود لا بسم الله عليه محمود شاف انتقل تقل تقل شايف ملكة جمال العالم، محمود ذا غير حياتي، محمود الله يخلي لي محمود. ويمه ترى محمود ذا يستغلك عشان فلوسك. قالت امين خلوه يستغلن امين.
ما شفت الدلع وشو ابوك ما حس اني عمري 18 توي دخلت 19 خلوه يزين اللي يبي وياخذ من اللي يبي بس يدلعن. قم اطلع بس قم ترى هذه حزه جيت محمود يلا بسرعه اطلع. قالوا لا انهبلت امي. قالت هي انهبلت. قالوا شنو نقول لابوي؟ قالت قولوا له اللي تقولوا له رجعت لابوكم انا براجع تبي تجون تشوفون اني امكم تعالوا لامي ابوكم ذا انسوه. طلعوا مع الباب. قالوا لابوهم ودع ام محمد يا طيب وش السالفه؟ قال دخلت قصه عشق مع محمود. خلاص فعلا بقت مع محمود. وهذه ترى يا جماعة قصة حقيقية ومعروفة يعني، فأنا قلتها بطريقة شوي ضحك لأن السالفة أصلا عجبتن وعجبتن جحفلة أم محمد والله أعطته جحفل من العيال الثقيل. فالله يخلي محمود لأم محمد يعني أنا ما أدري بس الله يخليهم البعض يعني. تصبحون على ألف خير.